السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. كنبغي نقول لكم رمضان كريم، يدخل علينا بالصحة والعافية وطولة العمر يا ربي. واليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد لاطارت زوينة وما فيهاش المقادير بزاف، وكتجي لذيذة في المذاق وحتى في الشكل كتجي رائعة. غادي نحتاجوا 7 المعالق كبار ديال الدقيق الممتاز ديال الحلويات، وغادي نحتاجو واحد الساشي ديال الخميره الكيماويه من 8 غرام، وغادي نحتاجو واحد الساشي ديال الفاني، غادي نحتاجو 7 المعالق ديال الحليب، و 7 المعالق ديال الزيت معالق كبار، و 7 المعالق ديال السنيده، وجوج د البيضات، وعندي هنايا نشا او مايزينا. وللتزيين غادي نحتاج ياغورت باي نكهه بغيتو، وشويه ديال الفيرميسيل كحل، وكذلك غنحتاج كاس ديال الليمون كبير. خليكم معايا، دابا غندوزو لطريقه التحضير. غندوزو لطريقه التحضير. بسم الله. اولا غادي ناخذ البيض، غادي نزيد عليه داك 7 المعالق ديال سنيده كبار، وغادي ناخذ 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال الزيت كبار، غنحركهم مزيان حتى يتجانس الخليط. هنا البنات خديت داك الحليب اللي ديجا خدينا منه 7 المعالق، ودرت له 5 درت له 2 المعالق ديال النشا، وجوج د المعالق ديال السكر سنيده، وداك الفاني، وحركتهم مزيان مزيان مزيان. ودابا دايره لهم عافيه مهيله حتى يتقالوا. بعد ما تجمع لي الخليط، دابا غادي ندير له معلقه ديال الخل، معلقه كبيره، ديما ديروا في الكيك ديالكم معلقه ديال الخل، ونحركو. صافي، دابا غادي نخوي الكيك ديالي في هذا المول، هذا المول اللي كيتحل هكا باش ما تخسرش لكم لاطارت اللي تذوقوها. غنخويه هكا. دابا انا خويت الكيكه ديالي في المول، غادي ندخلها للفران، حتى ندخلها عاد غادي نشعلو، وكطيب دغيا حيت هي كتكون رقيقه. البنات بعد ما وجدت هذاك الحليب اللي درت مع مايزينا كيف شفتوها هو ثقال، دابا غادي نخوي عليها، نخويها هكا متساوي. هانتوما كتشوفوا، دابا غادي نخليها تبرد شويه على ما نوجد الليمون ومايزينا، حتى هو غادي ندير ليه نفس الطريقه، وعاد غادي نخويه فوق منها. هنا البنات عاوتاني غنوجدات السيرو ديال الليمون، غادي ناخذ الليمون اللي عندي عصرته كاس كبير، وغندير له 2 معالق ديال مايزينا كبار، جوج المعالق ديال السنيده كبار، وغادي نحركو مزيان. لاطارت ديالي راه في الثلاجه على ما يعقد لي هذا عاوتاني، وغادي نخرجها نكبو عليها ونعاود ندخلها تبرد مزيان، ونتلاقاو مع طريقه التزيين.
دابا بالنسبة بعد ما تقال هذاك الليمون اللي صاوبت غنخويه حتى هو من فوق هكا. الريحة ديالو كتجي زوينة بزاف. شوفو البنات دابا خويت عليه هذاك السيرو ديال الليمون، خويتو سخون وغادي نرجعها للثلاجة تبرد مزيان ونتلاقاو مع طريقة تزيين. دابا البنات غادي نزينو هاد لاطارت. انا خديت واحد الياغورت طبيعي، درتو فهاد البلاستيكه ديال الكونجيلاتور. نتوما حتى نتوما تاخذوا اي ياغورت بغيتو، يمكن لكم ديروا حتى الشوكولاط بيد تذوبو وتذوقوا به. غادي ندير به واحد الخطوط هكا. وغن ناخد واحد الكيردون ديال السنان وغادي نبدا ندير به هكا. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد لاطارت البنات، كتجي بحال هكا، كتجي زوينه في المذاق. كنتمنى تجربوها، راه غادي تعجبكم بزاف وكتجي بارده، كيجيو فيها بحال هكا هاد الطبقات. كنتمنى تجربوها وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وديروا لي ابوني في لاشين ديالي وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وتخليوا لي ان كومونتير زوين. وشكرا لكم بزاف وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.